أولى فقراتنا لليوم رح نروح فيها مع العلم، فبالعلم ترتقي الأمم وتتطور، وأهم وسائل التعلم هو البحث العلمي، وقد أثبتت الأزمة التي مرت بها سوريا بأن الجهل أساس كل علة، وأن الأفكار الهدامة تستطيع أن تتغلغل بكل سهولة في البيئات الأكثر جهلاً. واليوم في سوريا صدر المرسوم التشريعي المتضمن إحداث وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدلاً من وزارة التعليم العالي، ورح نروح ونشوف أكثر عن تفاصيل الوزارة ونتعرف عن هيدا المرسوم أكثر. معنا الدكتورة سحر الفهوم، معاون وزير التعليم العالي للبحث العلمي. أهلا وسهلا فيك دكتورة، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. دكتورة خلينا نعرف أول شيء تفاصيل هذا المرسوم وتغيير اسم الوزارة من وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الحقيقة صدر القانون، هلأ القانون 27 لعام 2019 الذي حدد مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب المرسوم الذي أشار بتسميتها الجديدة، وحدد شو مهامها وشو الواجبات وشو المسؤوليات وشو موازنتها وإلى آخره. هذا القانون كتير ممتاز، لأنه نحن عنا آخر قانون ظهر بشأن إحداث وزارة التعليم العالي كان عام 1966، حيث كانت الجامعة كانت الوزارة تشمل جامعتين فقط اللي هن دمشق وحلب. أما هلأ عنا 8 جامعات بما فيها الافتراضية، وعنا 23 جامعة خاصة، وعنا مشافي تعليمية كلها هي تتبع للوزارة، ومعاهد عليا وهيئات بحثية تميز والإبداع، الهيئة العليا للبحث العلمي، القياس والتقويم، العديد من الهيئات. فتوسعت الوزارة بشكل كبير، فكان لازم يصدر هالقانون هذا، وهي مكرمة من الرئيس بتسمية البحث العلمي اعترافا بأهمية البحث العلمي في الأمم. تماما، إن شاء الله ألف مبروك لكل الطلاب السوريين. اليوم بعد صدور المرسوم أكيد بيترتب عليكم كوزارة أنكم تضوا على هذا المرسوم بشكل كتير مهم. خلينا نتعرف قديش مهم للطالب وشو هي الأفق الأوسع يلي صار فيه يلجأ لها الطالب السوري من خلال البحث العلمي. صحيح، الحقيقة إذا بتسمحوا لي أنه أحكي كلمتين بس البحث العلمي وأهميته. البحث العلمي هو الرافعة الحقيقية للبلاد وللتنمية اللي فيها، مؤشر هام للتنمية اللي فيها، وقد ارتبط عالميا بمدى تقدم البلد وتقدم الاقتصاد فيها، ارتبط بعامل ارتباط قوي جدا 0.848 مع مدى تقدم البحث العلمي. فإذا البحث العلمي هام جدا، ولا سيما في المرحلة اللي نحن فيها هلأ حاليا اللي هي مرحلة الإعمار، اللي بدنا ننتقل نحن لمرحلة التعافي، فبدنا أنه البحث العلمي يدعم التنمية. وهي أول شيء إجا بالقانون أن تأتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التنمية والأهداف التنموية في البلد. منعكساتها على الطالب اللي سألتي هلأ، ومنعكساتها الحقيقة على المجتمع بيهمني أكثر من الطالب، ولو أنه هذا بده يرجع على الطالب بالفائدة على الطالب. نحن اللي بيهمنا البحث العلمي أن يكون بحث تطبيقي حاليا وليس بحوث ترفية. عنا تعرفوا صبايا، أنتوا بتعرفوا أنه بالجامعات في عنا الآلاف من رسائل الماجستير، مع الأسف معظمها لا تطبق، توضع بالمستودعات والأدراج لا تطبق، والدولة عم تدفع عليها، ونحن يمكن من البلاد القلائل جدا بالعالم، إذا ما قلت الوحيدة، اللي الدراسة كلها مجانية بما فيها الدراسات العليا، بالعكس بتقدم مصاري كمان. فلذلك الدولة عم بتقدم، بدها تاخذ بالمقابل لازم ناخذ أهداف تنموية. فلذلك هلا عم بيتحول كليات الأبحاث والبحث باتجاه تنموي، وصار عندنا الهيئة العليا للبحث العلمي اللي من حوالي 10 أيام أو أسبوع دعموا 30 بحث بمبالغ كبيرة، لكنها جميعها بحوث تطبيقية ولا خطة زمنية، وفي مين الوزارة اللي بتستفيد منها، وبنيت على أساس علاقات مع الوزارات وسوق العمل. هي الخطط قديمة هلأ طبقت هلا من هي كلياتها كان مؤشرات، لانه في بدها تصير التسميه، فبلشنا نحن العمل حتى من قبل يعني. فهي مؤشرات عم بتصير. الحقيقه عندنا كمان مشروع ثاني هو قاعده البيانات الوطنيه،
NSR أو نسر كما نطلق عليه. يلي هي شو يوم. مهمتها؟ شو مهمتها للقاعدة؟ قاعدة البيانات هي قاعدة بيانات بحثية للبحث العلمي فقط شاملة جدا، تتضمن جميع الباحثين في سوريا سواء بالجامعات أو الهيئات البحثية أو الجامعات الخاصة أو المعاهد العليا، تتضمن الأعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمعيدين والخريجين والمتميزين والبعثات جميع الموارد البشرية. ضمن رسائل ماجستير، أنزلنا حتى الآن 10,000 رسالة ماجستير كاملة، تدخلين للقاعدة بكبسة زر بتشوفي الرسالة كاملة وبتاخدي شو بدنا، كمان فيها الميتا داتا الاناليسيس تبعها رح يعطينا أي شيء معطيات بدنا اياها حول البحث. ما عاد في طالب، كتسهيل للطالب انه لحتى يسجل رسالة ماجستير كما كان سابقا بدنا نتواصل مع كافة الجامعات ونسألهم هل طرق الموضوع سابقا. نعم. ما عاد في، نذهب الى القاعدة نضع العنوان، هل تم البحث في هذا العنوان، بيجينا الجواب، خلاص الطالب بعشر دقائق انتهت العملية اللي كانت تستمر اشهر احيانا. بالنسبة هي قاعدة بيانات، قاعدة بيانات للمجلات العلمية، كافة المجلات العلمية، للجامعات المعترف فيها، كمان على كبسة على موقع الجامعة ندخل إلى أي جامعة بالعالم نرى شو هي الكليات اللي فيها الاختصاصات إلى آخره، أي شيء نريد. يعني فينا نقول أنه هي القاعدة رح تسهل على الطلاب أيضا أنه إذا بدهم يقوموا ببحوث، إذا بدهم يعملوا رسائل ماجستير أخرى، أنه هم يستفيدوا من الطلاب يلي سبقوهم وأيضا من خبرات الدكاترة. المفروض تكون البحوث متتابعة تتابعية، اتطرقنا لموضوع نكمل فيه، نشوف شو ونبني على اللي انشغل سابقا ونكمل عليه. المفروض هالبحوث كلياتها تكون مفيدة ولا قيمة تطبيقية، ونشوف شو قيمة التطبيقية. عنا نافذة كمان بالقاعدة للخريجين، وهي شغلة هامة جديدة، والمرصد البحثي تربط ما بين الخريج وسوق العمل. كمان تعلمون نحن نحكي بشفافية أنه كثير من الخريجين، كثير من الخريجين لا يجدون عمل الآن، والبطالة ارتفعت كثير عنا، فهلأ هيك صار عنا مرصد، سواء سوق العمل يطلع على الخريجين الذين هم الذين يرغبون بإطلاق بياناتهم. مين بيحب يشارك بيحط اسمه بهالقاعدة كخريج نافذة الخريجين، سوق العمل يطلع يأخذ المعلومات يتصل بالخريج، فبصير عنا هالربط هذا. كمان هي أحد الشغلات بقاعدة بيانات. العلاقات الثقافية رح تصير عنا، المنح والكذا كليات إن شاء الله بدها تدخل على قاعدة البيانات، البعثات إلى آخره، جميعها ستكون ضمن قاعدة البيانات. نعم. دكتورة، رح تفرق على الطالب عملية الدراسة؟ يعني رح تكون أكثر هي شيء بالمجال العلمي بعيدا عن الكتب الجامعية، ولكن أو رح يكون في كتب ولكن رح يكون في بحوثات علمية؟ تمام. الحقيقة نحن وقت عم نقول صارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليست قاعدة البيانات أو الهيئة العليا للبحث العلمي ليست الأوجه الوحيدة للتطور. نحن عم نشتغل على التطوير المناهج، كافة تطوير المناهج. هلأ بدأنا العمل بمناهج التربية المحدثة مثلا، صار عنا التربية في قواعد جديدة كذا بناء على ورشات عمل. هلأ تطوير كليات الهندسة، كمان في لجنة برئاسة رئيس جامعة تشرين كمان عم بيبحث بهالشي هذا. ففي تطوير كامل للمناهج بما يتوافق مع سوق العمل. نحن بدنا التربية بالذات عملناها مشان خريج معلم صف يكون مؤهل انه يستلم صف كامل، وبناء على هالشي خلينا المدخلات تبعهم علمي فقط. فصلى هلأ من السنة الماضية عم بيطبق أنه بده يدخل تربية معلم صف بده يكون علمي، يعني بما يتناسب مع المناهج التربوية يلي هي للطلاب. تم تغييرها، كان تغيير أدبي أول، كان علمي أو أدبي، علمي أو أدبي الاثنين، هلأ طلبنا علمي حسب متطلبات سوق العمل التربية. قالوا في الوقت الحالي لازم يكون معلم واحد معلم صف، فالمعلم الواحد ده يعطي مواد الأدبي والعلمي، فاللي شفناه نحن انه غير قادر تماما على تدريس مواد العلمي طالب الادبي، طالب الادبي طلبنا انه يكون علمي، وفي امتحانات خاصه لدخوله كمان، فرفعنا مستوى المدخلات لكليات التربيه. فهالشيء هذا التطور كله
الحياه وهذا بالسعي لتجويد العمل، للسعي للاتجاه للبحث العلمي. ممكن التكامل كمان يصير ليا بين الطلاب اللي بالمدارس، هلا صار في تطوير مناهج بالمدارس. صحيح. وصلنا اكثر من سنه ماشيين فيها، فعمليا لازم يمشي هذا التطوير ليوصل للجامعات، وحتى انه يطلع يمكن الطلاب من اطار الكتاب والمحاضره. صحيح. لحتى نقدر نوصل يعني لطريقه افضل بالدراسه الجامعيه. الحقيقة حاليا وبتشكر انا وزير التربيه الدكتور الاستاذ عماد عزب كثير على هالترابط اللي عم بيكون بين سوق العمل وبين العلم والبحث العلمي والجامعات. الحقيقه عنا اربع لجان هلا عم نشتغل سوا على التطوير، نحن والتربيه، فدائما لازم يكون في ترابط، وهلا صار في ترابط مع الوزارات من خلال الهيئه العليا للبحث العلمي ومن خلال الوزاره ومن خلال صندوق دعم البحث العلمي الذي يقوم على اجراء بحوث خاصه مع الوزارات، فصارت البحوث الجامعيه كلها لخدمه الوزارات والمؤسسات الدولة المختلفة. نعم دكتورة، في فئة من طلاب الجامعة يمكن خلينا نقول عنهم جيل الحرب يلي خلصوا الجامعة وهن قاعدين بالبيت، هل بيقدروا يستفيدوا من هذا الدمج او من هاي القواعد؟ صحيح. فيهم يحطوا السي في تبعهم حتى ممكن يلموا بالجامعة وتستفيدوا من خبراتهم، بما انه عم نحكي على سوق العمل وعن الطلاب، يعني في نسبه كثير من الشباب لسوق العمل قاعدين بلا شغل. سوق العمل مفتوح هلا اكثر وقت مفتوح فيه، هلا البلد اللي مقبله على التعافي، مقبله على الازدهار، فسوق العمل المفروض يكون مفتوح، بس لازم نحن نوائم بين شو الاختصاصات تماما. البحوثات العلمية يمكن بدها توجيه من جامعات محددة. نتجه كثيرا الآن إلى ماجستيرات تأهيل والتخصص التي تقام بناء على طلب من سوق العمل. مثلا افتتحنا قبل فترة قليلة ماجستير تأهيل وتخصص في المحاسبة المصرفية أو الضرائبية أو شغلات محددة تماما، فهدول الماجستيرات تأهيل تخصص مفروض يفتحوا بناء على شو الحاجة لألون، ممكن يفتحوا كم سنة ويغلقوا بعدين لما بتصير، فما بيصير هالشي غير دراسة موائمة بين سوق العمل وبين الشيء، وهذا هو أهم شيء اللي عم نسعى له. الحقيقة ما بيكون بحث علمي ناجح إلا إذا تم الاستفادة منه وحقق قيمة تنموية. دكتورة، يعني هل ممكن أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء مراكز بحثية خاصة تشبه البحوث العلمية، يعني خلص الطالب البكالوريا وأنه هو يدخل فورا إلى هي المراكز الخاصة، ولا ما في هيك فكرة حاليا؟ هالشي هذا ما له متوفر حاليا، لكن في شغلات شبيهة. خليني أقول مثلا صندوق دعم البحث العلمي بالوزارة، صندوق دعم البحث العلمي واحد بده يعمل نصدر إعلان، واحد بده يعمل بحث ممكن يموله من صندوق دعم البحث العلمي، ممكن يعمل هالبحث هذا ويفيد فيه جهة معينة. أما حاليا لسه نحن عم نعول على الجامعات الخاصة، أيضا الجامعات الخاصة هي رافد كبير للتعليم العالي، فممكن هدول مستقبلا يصير فيهم دراسات عليا وكمان يرفضونا بمراكز بحثية هامة ومتميزة. نعم دكتورة، قبل ما نختم لأنه داهمنا الوقت بالأخير، في ثغرات عوائق بوجه الطالب السوري، ولا نحن مقدمين له كل التسهيلات اللازمه؟ يعني في طلاب هن ما بيقدروا، كما ذكرت انه خلينا نحكي يمكن عن ابرزها ونوعي الطلاب بالمرسوم الجديد وكيف فيهم يتخطوا هالعوائق. الحقيقة العوائق موجودة مو بس للطلاب، وموجودة بمجال التطوير وبالممارسات، والسيد الرئيس ذكر هالشي وقال انه التشريعات لازم تتطور، وفي سعي كتير هلأ لتجديد هالتشريعات، كتير من التشريعات بتعيق عملنا، لكن ما في شيء ثابت، فنحن لما بنطلب هالشيء تشريع تحديثه في عوائق للطلاب، في عوائق طبعا المفروض نكون مرنين اكثر، المفروض نكون المرونه توائم هالمرحله اللي نحن فيها ان شاء الله يا رب. دكتوره نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا على كل المعلومات، ويمكن يلي ما بيجهل هذا الدمج يلي صار اليوم توعى عن هذا الشيء. دكتوره سحر الفاهم معون وزير التعليم العالي، شكرا كثير لحضورك واهلا وسهلا فيك. اهلين شكرا. شكرا لاستضافتنا. شكرا كثير لك دكتورة.